ولكن الغضب ديال العدول جا نتاج ان ميثاق اصلاح خط العداله، ميثاق اصلاح العداله بدا 10 سنين والعدو اللي حتى الساعه ما استفدوا والو، كيلاحظوا على ان الامور ما خداو حتى شي حاجه بمقارنه مع المهن القضائيه الاخرى، زائد ان الوزاره كتعامل مع العدول كتعامل مع واحد النوع ديال عدم مبالاه ودرجه الاستهتار، وحتى الهيئه اللي هي الممثل القانوني واللي صرح الممثل ديال الوزاره في احد البرامج الاذاعيه ان هي الممثل القانوني، يعني ما كيتعاملوش معاه يعني بشكل كيديروها بحال ديكور ولا بحال ماشي تعامل جدي ومسؤول. الجمعيه المغربيه في العدول الشباب طلقت بزاف ديال المبادرات النضاليه، كانت اخرها كانت وقفه امام البرلمان، ثم طلقت كانت عندها واحد دعوه الى وقفه في 5 مارس، تم تاجيلها بحكم ان الهيئه الوطنيه بصفتها ممثل القانوني والى ذلك هي دعت لها، بالتالي حنا ما بغيناش نشتتوا الجهود ونخليوا الجهد واحد لعل وعسى هذه الوزاره تتعامل مع العدول. الغضب كذلك هو نتاج عدم مساواة اللي كيدعي لها الدستور ديال 2011 مع المهن القضائية اللي كتمارس نفس الاختصاصات، بحال الموثقين بحال المحامون بحال بزاف ديال المهن القضائية الأخرى، في حين كنجبرهم عندهم بزاف ديال الاختصاصات منزوعة من عند العدول، يعني في كل ما تقدمنا في السنوات كنجبروا على أن العدول تسحب منهم اختصاصات كالسكن الاجتماعي، الصندوق الودائع، يعني وحتى مؤخرا هاد التغطية الصحية اللي تعطات للعدول كانت تغطية كانت واحد النظام فيه بزاف ديال النقائص واللي غادي تبان العيوب ديالو مع مرور الأيام، يعني هاد المسائل هذه كذلك الأتعاب ديال العدول هي الآن أصبحت لا تسير الظروف الاجتماعية ديال العدل والالتزامات ديالو الأسرية. إيوا أعلى سقف يمكن هو 1000 درهم، أعلى سقف يعني 1000 درهم وكتقسم على جوج، يعني راه العدلين يعني ماشي شي يعني، وكتختلف من إلى ذلك خاصة سحب الاختصاصات. كاين شيء آخر هو الآن هو دخول المرأة للمهنة، ماذا أعدت الهيئة الوزارة لها؟ مي كنشوف أرض الواقع هي لم تعد شيء، مع العلم ان صاحب الجلاله وجه التعليمات ديالها باتخاذ التدابير اللازمه، لم نرى هذه التدابير اللازمه على ارض الواقع. اذا العدل المراه العدل هي داخله غدا المهنه، اش ممكن نتقدم لها؟ لا يلا دوزوا الامتحان المهني وغادي تلتحق يعني في شهر 6 غالبا، تلتحق في شهر 6 يعني شنو تم الاعداد لها؟ ما كاين والو. القانون قانون يعني هو قانون اللي بغينا نقولوا هو قانون اعرج، لا يستجيب لتطلعات العدل. الان العدل ولا عنده ولا العدل يعني مابقاش هذيك العدل النمطيه، يعني ديك الفكره النمطيه ديال العدل الفقيه ما الى ذلك. العدول الان لهم مستويات دراسيه عليا وما الى ذلك، واثبتوا الجداره ديالهم والدخول ديالهم في التكنولوجيا خلال التسجيل الالكتروني، ورغم ذلك يعني ما كنشوفوا شنو خدينا من هاد الوزاره لا شيء.